قضيه الهجره غير الشرعيه. المتهمين محمود سعيد عبد الفضيل جابر، هاني فوزي عبد العاطي عياد، محمد عبد الغني علي حسن، علي ربيع علي خليل شعيب، عبده سعيد محمود عبد الناصر، محمد عبد العاطي رشيد رسلان، احمد يونس رفع الله يونس، عمران حامد هرام حمد، مهدي علي ابراهيم مهدي، عوض محمد عبد الفتاح مهدي، سامح سعد الدين محمد محمد، المدولي المهدي محمد المهدي، خالد عبد الحميد خالد محمد، احمد محمد فتحي حسن غنام، اسماعيل ابو سعود عبد الله محمد، حسام ابراهيم محمد صالح. حكمت المحكمة غيابية للمتهمين الأول والثاني والسادس والثاني والثالث عشر والرابع عشر وحضوريا للتقرير بمعاقبة كل من المتهمين هاني فوزي عبد العاطي عياد ومحمد عبد الغني علي حسن وعلي ربيع علي خليل شعيب وعبد سعيد محمود عبد الباسط ومحمد عبد الله عبد العاطي رشيد رسلان وأحمد يونس رفع الله يونس وعمران حامد احمد ومهدي علي ابراهيم مهدي وعوض محمد عبد الفتاح مهدي وسامح سعد الدين محمد محمد والمتولي المهدي محمد المهدي وخالد عبد الحميد خالد محمد واحمد محمد فتحي حسن غنام واسماعيل ابو سعود عبد الله وحسام ابراهيم محمد صالح بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومحمود سعيد عبد الفضيل جابر بالسجن المؤبد وتغريب كل منهم 5 ملايين جنيه وأمر بإلزام المتهمين بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء إجراءات القضية ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها وألزمته المصادرة.